شوفوا بقى القصة الكاملة، شوفوا الحكاية. معانا المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أهلا بيك يا فندم. أهلا يا فندم، أهلا بحضرتك. إيه الحكاية وإيه الموضوع؟ الحكاية يا فندم حضرتك، يعني في جمعية اسمها جمعية النصر، دي جمعية قديمة يمكن من الثمانينات، كانت أصلا جمعية زراعية ومخصص ليها قطعة أرض حوالي 600 فدان مخصصين للزراعة. خلال السنوات اللي مرت اللي فاتت يعني التجارب في الزراعة ما نجحتش، وكان يعني أثبتت يعني أن الزراعة مش قادرة أن هي تكون منتجة في الأرض دي، فتم عمل إعادة تخطيط للجمعية. إعادة التخطيط دي استتبعها فندم أن المساحة دي كلها جزء منها خصص أرض صناعية، وجزء منها كان صالح للزراعة، وجزء تاني كان مخصص للإسكان، وجزء بيمثل تقريبا 35% جاب بنات. للأسف طبعا المنطقة دي موقعها مش عارف يعني لو حضرتك تبقى واضحة عند حضرتك، المنطقة دي تقع على ملتقى عدد كبير من الطرق، يعني هي قريبة جدا من الدائرة الإقليمي، أو تقع على الدائرة الإقليمي تقريبا، قريبة جدا من الطريق الإسماعيلية، طريق قريبة على المسارات الحركة المؤدية للمواني الرئيسية اللي هي زي مينت السخنة ومينت الدمياط، قريبة جدا من أماكن تواجد الأيدي العاملة الصالحة أن هي تنتج. فكانت الرؤية أن احنا دولة خصصت في هذه المنطقة حوالي 460 فدان مخصصين للصناعة، وهي أرض صالحة جدا للصناعة، المرافق الرئيسية كلها واقعة على حدود الأرض دي. فإنما للأسف ويعني تجار الأراضي أو خلينا نقول الشركات الغير رسمية قامت بالتعامل على هذه الأراضي بطريقة يعني للأسف أسف إن أنا أقول طريقة متدنية، إن هي استغلت إن الأراضي دي ممكن تشتغل كما كجبانات. يعني هم دخلوا على المنطقة الصناعية اللي احنا بنتكلم ان احنا عندنا، رغم ان احنا عندنا حوالي 270 فدان مقابر، دخلوا على المنطقة الصناعية والزراعية علشان كمان يعملوها جبانات على ليه المكسب السريع الكبير. وللأسف طبعا الجبانات اللي اتعملت دي جبانات غير مقننة، حضرتك عارف طبعا الجبانات تحديدا بيبقى ليها مواصفات خاصة طبعا، طبيعة الأرض اللي بتتعامل فيها طبيعة خاصة، التوجيه، الحماية، الحراسة، دي كلنا يعني احنا شعب مصري، الشعب المصري كله بيحترم، ولو كده الحرمات في الموتى دي بتبقى حاجة يعني مقدسة. فعشان كده احنا دايما المقابر عندنا بتبقى ليها طبيعة خاصة في التعامل. للأسف طبعا الجبانات اللي كانوا بيشرعوا في تنفيذها بخلاف المجبانات المقننة على 270 فدان، بشرعوا في تنفيذ جبانات غير منظمة بطرق غير مخططة. طبعا كانت هدف الدولة دايما حضرتك زي ما احنا الدولة بتمد ايدها لليمين للتصالح والتقنين لعمل السلم الاجتماعي، انما برضو ما ينفعش في الوقت ده نلاقي ناس بتستمر في التعدي والمخالفة على حقوق الشعب. يعني حضرتك لما بنتكلم حد مش فينا حيرضى في منطقة زي دي نروح نشتغل نعمل على 600 فدان مقابر في منطقة يعني غاية في الخطورة وملتقى طرق ومتوفر فيها كل المقومات دي. فطبعا تم التعامل فورا مع هذا الموضوع بهدف ان احنا مش كناش هنستنى لما الموضوع يكبر ويبقى فيه دفنات حقيقية ويبقى يعني فيه حضرتك أراضي. حضرتك بتأكد انه ما كانش فيه في المنطقة دي حصل وصلوا لمرحلة الدفن الحقيقي؟ لا يا فندم، لان احنا الدفن الحقيقي تم في المنطقة المقننة اللي هو 270 المقننة، ادفن زي ما انت عايز وربنا يرحمهم. انا بتكلم على المنطقة اللي احنا بنتكلم عليها دي لم يتم الدفن فيها بعد، يعني لم يتم نبش قبور فيها يعني. وبعدين احنا يعني احنا المنطقة اللي بنتكلم عليها فندم حوالي 10-15 فدان، يعني احنا بنتكلم على مسطحات ضخمة، انما احنا لو كنا سيبنا 10-15 فدان دول ما تمش التعامل عليها في حينه، ومقابر لسه بتبنى اغلبها لسه بتبنى، يعني حتى لسه ما تشطبتش
هي حاجات بسيطه منها اللي كانت اتشطبت، وعشان كده احنا كان لازم نتعامل معاها بصوره فوريه لمنع ان الموضوع ده، انا اسف الكلمه، ينتشر انتشار يعني غير سوي. وللاسف احنا النهارده مش بنتكلم على بنا مخالف لعقارات هنطلع نهد دور، احنا بنتكلم مع حرمات. واحنا شفنا كمان انه انا شفت صور وفيديوهات للحاجات اللي جوه الاكفان ما طلعتش جثث، موجود فيها جريد نخيل ورق مش عارف ايه، كل هذه الاشياء قدامنا قدامنا يعني ما هو ده الجرم الاكبر بقى، ان احنا يعني للاسف الناس تجار، مش هتكلم ان هو يعني هم تجار موت، ان هو بيتعامل مع حرمه الموتى بان هو بيحاول ان هو يعمل جثث يعني شائفه علشان يمنع ان يتم التعامل عليها وازالتها. هو عمل بالظبط يا فندم زي اللي بيروح يبني دور مخالف ويروح يسكن الناس فيه عشان ما حدش يروح يزيله. انما للاسف هم ملوا هذه المدافن اكفان علشان يتقال ان جواها اكفان، واحنا طبعا شايفين انه المدفن كامل متكامل بالنزله بتاعته بكل حاجه. ما هو ده بقى للاسف حرمه الموتى يا فندم، بس يعني باين انه المنطقه يعني لسه بتتبني، يعني منطقه واضح ان هي يعني حديثه البناء. ما هو ده كان الهدف يا فندم، لو حضرتك شفت الفيديو اللي قدام حضرتك هتلاقي الطوب لسه متشون وبيشرعوا في البناء في اغلب المناطق دي، عشان كده كان لازم نتدخل فورا وبقوه بالتعاون يعني ده زي وضع اليد كده بس.